السلام عليكم متابعين قناة الربح من الانترنت أمين نزار. إذا كنت جديدا في هذه القناة فاشترك الآن، ماذا تنتظر؟ ولا تنسى ضغط لايك في هذا الفيديو هكذا لكي تدعمني وتحفزني لعمل فيديوهات تعليمية أكثر. إذن السؤال المطروح الآن، ما هي أفضل كارت فيزا موجودة في العالم؟ ما هي أفضل أو ما هو أفضل بنك بالعملة الصعبة في العالم؟ ماذا يفعل الناس؟ كيف يتلقون أموالهم؟ هل أنت من الجزائر؟ هل أنت من المغرب العربي؟ لا تستطيع أن ترسل أموالا إلى فرنسا أو إلى أوروبا؟ هل أنت تسكن في فرنسا ولا تستطيع إرسال أموالك إلى الجزائر؟ الطريقة سهلة سهلة جدا، هي عن طريق الكارت فيزا بايزيرا. لماذا ذكرت بايزيرا ولم أذكر كارت فيزا أخرى؟ سأعطيكم معلومات مهمة جدا، وخاصة إذا كنت من شمال إفريقيا، يعني من الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، ولديك مشكلة في الأورو أو تلقي الدفعات أو الأموال أو أشياء كثيرة جدا. أولا، مشكلة بايونير قد حلت وأموالك الآن لم تعد محجوز عليها، يمكنك الآن أن تستعمل أموالك بطريقة عادية جدا. السؤال المطروح هو، هل يجب أن تكون لدي كارت فيزا ولماذا؟ مثلا أنا من الجزائر أو أنا متابع من الجزائر، أريد أن أفتح بنك بالعملة الصعبة أورو لكي أتلقى أموالي من أدسنس أو من مشاريع فريلانسر من الأنترنت. كيف أفعل ذلك؟ للأسف في جوجل أدسنس في الجزائر لا تتعامل مع الكارت فيزا، بل تتعامل مع الحساب البنكي بالأورو. يعني الجزائر لديك فرصة أن تتلقى أموالك بالعملة الصعبة بالأورو، لكن المشكلة الأولى هي أن البنوك الجزائرية تقريبا 99% لا تعطيك أموالك بالأورو، والبعض منها القليل لمن لديه سيولة لا يعطيك نصف أورو ونصف دينار. أما البنك الوحيد بنسبة كبيرة جدا في كل ولايات الجزائر وبنك عمومي هو بنك بدر، بنك الفلاحة والتنمية الريفية. هذا البنك العمومي تقريبا في كل الولايات يعطيك الأورو فقط، هذا يعني لأن البنك بدر يعمل بأكثر مصداقية من البنوك الخاصة البريفي، لذلك فالبريفي يقدر يصرف لك ويسرقك نورمال، أما البنك العمومي مازال ما فيش هذاك البزنس هذاك. لذلك أنصحكم بفتح بنك بدر وتربطونه بجوجل أدسنس وتربحون أموالكم بالدفعات، يعني بأموال أورو عادي جدا بإذن الله. تبقى المدة متى يصل؟ هناك من يصله في يوم، في شهر، في 20 يوم، في 6 أشهر، يعني يمكن أن تصل حتى 6 أشهر، لكن في كل الحالات ما بين 22 يوم إلى شهرين، يعني يمكن دفعتين لكي تصلك المال، أو يمكن في 22 يوم، أو إذا كنت يعني تتلقى دفعاتك شهريا ستصل إلى يوم واحد. الشيء الغريب الآن أن في الجزائر مثلا تفتح بنك حساب بنكي بالأورو عادي جدا، وإذا علموا بأنك تعمل في اليوتيوب أو الانترنت سيقولون لك لا نعمل مع جوجل ولا نتعامل مع كذا ولا كذا. الدولة الوحيدة في العالم التي لا تفتح لمواطنيها حسابات أجنبية، لا أفهم لماذا. بالله عليكم، هل رأيتم دولة في العالم شعبها يعمل ويدر الأموال أو العملة الصعبة ويدخلها إلى الجزائر وتجد كل المعوقات لكي لا تفتح حساب بنكي أورو في الجزائر؟ ما معنى هذا؟ هذا الشيء لا يصدق. يعني أي شخص يقول لك دولتك تدر عليك، يعني شعبها يأتيك بالأموال من الخارج بعملة صعبة، وتقول له لا أفتح حساب بنكي، لا أتعامل مع جوجل. يعني يا إما هذا غباء، يا إما هناك عصابة تملك الأموال وتريد أن تجعل الشعب الجزائري متخلفا في الأنترنت، ومتعمدين أن نكون متخلفين في الأنترنت، وأيضا يتعمدون عدم فتح حسابات بالعملة الصعبة لكي لا نعمل في الأنترنت ولا نربح العملة الصعبة. شيء كارثي. لذلك أتمنى أن يصل كلامي للمسؤول عن البنوك الذي يمنع فتح حسابات بنكية لإصحاب قنوات اليوتيوب، خاصة الذين يتلقون أموالهم بالعملة الصعبة على الأورو تدخل إلى بلدانهم العربية التي قيمة الدينار فيها هابطة جدا جدا. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ يمكنك فتح
عزيزي المواطن، يمكنك فتح حساب بنكي حقيقي في ليتوانيا معه كارت فيزا حقيقية، تستطيع الشراء منها من الانترنت في أي مكان في العالم، تشتري أي شيء تريده، يمكنك حجز فنادق، يمكنك يعني أي شيء تريده، يعني بنك حقيقي يعطيك الكارت فيزا أيضا، ويمكنك إرسال أموال للخارج، ويمكنك أيضا تأبئة أموالك، لأن هذا السؤال أكثر شهرة، من أين أعبئ الأموال في البنك الخاص بي في الهاتف، لأنه هذا البنك تستعمل الهاتف فقط، يعني مش شيء معقد. هناك صفحات كثيرة جدا موثوقة في الجزائر تعطيهم المال بالدينار في السي سي بي، ويرسلون لك الأموال بالعملة الصعبة في حسابك البنكي بكل سهولة، وهذا ليس شيء صعب جدا، فقط ترسل له السي سي بي 200,000 200,000 300,000 500,000 مليون كما تحب، وهما يصرفوها لك عادي جدا، يصرفوها لك تخرج لك بالأورو قده، احسب انت تقريبا 50 أورو حوالي 800,000 ولا مليون، واحسب يعني حسب التحويل اليومي، ثم يرسل لك في حسابك البنكي، حينها من حسابك البنكي تستطيع أن ترسلها في كارت فيزا، يعني بضغطة زر يصبح أموالك في البنك في كارت فيزا نفسها بضغطة زر فقط. الأمر سهل جدا، وقد عملت فيديو على كيفية فتح حساب بنكي باي زيرا، وأنا أنتظر فقط الكارت فيزا لكي أتمم يعني الفيديو فقط، لكي أشرح لكم كيفية فتح حساب بنكي أوروبي حقيقي، بحيث يمكنك ترسل أموال لك إلى أهلك هناك في فرنسا، في أوروبا، في أي مكان، خاصة الذين يتعاملون بالأورو أو بالغير الأورو، يمكنك تحويل المال في الكارت فيزا بسهولة جدا، ما عليك فقط أنك تعطي شخص سي سي بي يرسل لك الفليكس يعني في الكونت تاعك، ثم ترسل الفيزا وترسل ذاك الشخص الموجود في أوروبا، ويمكن أيضا ذاك الشخص في أوروبا أن يرسل لك الأموال في حسابك هنا، ويمكنك أيضا أن تبيع الأورو، أو يمكنك أن يعني تسحبه عن طريق هذه الصفحات الموثوقة وتتعامل معها بشكل يومي. إذن السؤال المطروح الآن، ما هو الأفضل؟ هل هي كارد فيزا بايونير أم كارد فيزا باي زيرا؟ إذن بدون منازع يعني كارد بايونير يعني عندها مجال تاعها، لكن الآن نمبر وان هي باي زيرا، لا أحد ينافس كارد فيزا باي زيرا، لأنه الاقتطاعات الشهرية هي 0.50، أي تقريبا في العام الواحد ينحيوا لك 6 أورو فقط، نعم أيها المتابع 6 أورو في العام، وتبقى هذه الكارد فيزا 4 سنوات، نعم تبقى 4 سنوات شغالة وتتجدد اوتوماتيكيا او تلقائيا باذن الله. انصحكم يعني كل شخص لديه مبلغ حوالي 700,000 يعني في الجزائريه الدينار الجزائري 700,000، يمكنك فتح حساب بنكي باي زيرا ب 700,000 فقط. 700,000 اللي نقول 700,000 للتوصيل لعنوان اوروبي، لانه الباي زيرا لا ترسل الى عنوان جزائري بسبب مشاكل حدثت، لذلك يرسلوا لعنوان اوروبي تسلك عليه واحد 150,000 ولا 250,000، وتسلك 10 أورو حق الكارت فيزا اللي حيرسلوها لك، يعني تقريبا في المجموع حوالي 600-700,000. هذه هي تجيب كارت فيزا 4 سنين وتقدر تشري وتبيع كما تحب. إذا نصيحتي لكم جميعا، ماذا تنتظرون؟ اذهبوا وتعلموا كيفية فتح حسابات بنكية حقيقية في أوروبا، تحتاجونها يوما ما، والأمر سهل جدا. اللي ما عندوش يصبر، لغالبي لم حتى يلم 600-700,000 ويقدر يفتح هذا الكونت وتفتح وحدك، سهل جدا. أما العنوان يمكنك التواصل أيضا بصفحات موثوقة موجودة في كل مكان. وصلنا نهاية هذا الفيديو، نتمنى أن المعلومات هذه كم استفدت منها، وديتوا فكرة وديتوا أمل أنه يمكنك إرسال أموال والشراء من الإنترنت وفعل أشياء كثيرة بدون الذهاب إلى أشخاص، يمكنك أنت أن تكون لديك كارت فيزا خاصة بك. إذا نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. سلام. السلام على رسول الله. سيد الياس الفخفاخ، انت اليوم في المجلس باعتبارك حسب رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر على